تواصل الدولة جهودها للنهوض بالقطاع الطبي في مصر بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. يأتي على رأس تلك الجهود إنشاء المستشفيات بالصعيد ومنها مستشفى أبو تيج بأسيوط. في إطار التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل التي تم تطبيقها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالقطاع الطبي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تواصل الدولة جهودها خاصة في الصعيد لرفع مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالقطاع الصحي وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية. مستشفى أبو تيج تمتلك حاليا 3 عنايات مركزة، منها عناية مواطن القلب وعناية العناية المركزة العامة وعناية الأمراض النفسية والعصبية والجلطات الدماغية. الحمد لله 3 عنايات مجهزة على أعلى مستوى من الأجهزة وعلى أعلى مستوى من الكفاءات الطبية. مستشفى أبو تيج النموذجي صرح طبي عملاق على أرض صعيد مصر، وهو أول وأكبر مستشفى نموذجي بمحافظة أسيوط، وأنشئ على مساحة 4000 متر مربع بتكلفة إجمالية تعدت 500 مليون جنيه، وتخدم أهالي مركز أبو تيج والمراكز المجاورة، كما تقدم خدماتها بالمجان ضمن خطة الدولة للنهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة. أقسام جديدة بتتفتح عندنا مثلا في الاستقبال والطوارئ، حاجات تجهيزات للحوادث مثلا بننافس مع مستشفى الإيمان ومستشفى الجامعة، متعاقدين مثلا مع أساتذة من العظام والجراحات العامة والجراحات التجميل. عندنا طموح كبير إن احنا نخدم قطاع كبير من المرضى اللي كانوا بيضطروا يسافروا في أماكن بعيدة. بنخدم قطاع جنوب أسيوط، أبو تيج نفسها وصدفة والغنايم البداري ساحل سليم، دايما بنحاول نستحدث قطاعات جديدة. المستشفى يتكون من 56 غرفة إقامة للمرضى بالإضافة إلى 12 غرفة إقامة للأطباء والتمريض، وقسم العيادات الذي يتكون من 17 عيادة خارجية تضم أقساما مختلفة منها الحضانات والأشعة والعلاج الطبيعي والعمليات والمناظير والغسيل الكلوي، بالإضافة إلى 9 غرف عزل وعنايات القلب والعناية المركزة والطوارئ، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمترددين عليها. احنا عندنا هنا الحضانة عبارة عن 14 حضان وكبسولة، نسبة الإشغال في الغالب بتبقى 13 حضان دايما، حضان 14 دايما بيبقى طوارئ للقسم يعني. الكبسولة كبسولة واحدة بنستخدمها في حالات الصفرة، عندنا 4 سباب نستخدمهم في حالات البريترمات الحاجات الموجودة قبل ميعادها أو حديث الولادة. القسم عندنا هنا مستشفى أبو تيج بيتقسم لقسم المعامل وبنك الدم. قسم المعامل بيشمل 4 معامل أساسية، هي معمل أبحاث الدم ومعمل كيمياء الدم ومعمل خاص بالطفيليات والبكتيريا، وعندنا بنك الدم. المعمل الهيماتولوجي أو أبحاث الدم ده بيعمل كل التحاليل المتخصصة أو المختصة بأمراض الدم. المبنى الرئيسي للمستشفى يتكون من 5 طوابق و13 قسما داخليا تشتمل على كل الأقسام الطبية، وتستهدف خدمة 650,000 نسمة من أهالي الصعيد. ولا تزال الدولة تواصل جهودها بوضع لابنات جديدة لصروح كبيرة في كل أرجاء الجمهورية، رغبة في الوصول بخدماتها إلى كل المصريين.